أنت في المتوسط تفتح هاتفك المحمول 52 مرة في اليوم، يعني تلتقط الهاتف وتتصفحه ثم تغلقه 52 مرة في اليوم. تحرك الشاشة أو تلمسها بإصبعك 2600 مرة في اليوم، وصدقني أن تصفحك في شهر رمضان يزيد الضعف. تيك توك على سبيل المثال، قمت مرة بتنزيل التطبيق وانشأت حساب عليه، وأول مقطع ظهر لي فتاة ترقص على نغمات أغنية ما في رمضان. فرفعت الشاشة للأعلى وجدت ماذا برأيك في رمضان. ثم رفعت الشاشة للمقطع الذي يليه لأجد بث مباشر لشخص يطلب من متابعيه أن ينقروا على الشاشة بسرعة، على ما يبدو أنه في تحدي مع مؤثر آخر. كان الجو حماسيا ويجذب للمتابع بين أصوات مناشداتهم وأيهم يكسب الجولة. استمتعت بمشاهدتهم صراحة. طبعا يوجد في هذا التطبيق بعض المؤثرين الذين يقدمون الخير والفائدة لمتابعيهم، ولكن كيف أشرح لك شعوري وقتها؟ يعني تتصفح مقطع به فائدة أو تحدي ترفيهي، فترفع الشاشة فتجد مقطع لفتاة ترقص وتتمايع، كان تبيع العسل في سوق السم، أي تناقض روحي هذا؟ فحذفته بحمد الله، وأنصحك أن تفعل مثلي على الأقل في شهر رمضان حتى يصح صيامه. المهم بسبب هذا الأمر ظهر لنا مصطلح الصيام الإلكتروني، يعني تصوم عن استخدام التكنولوجيا بشكل عام ولا تستخدم هاتفك لترتب حياتك وتعيد التوازن لها. طبعا ظاهرة مكتوبة في الكتب ولا أحد يطبقها، لأنك لو في لحظة سكون قررت أن تترك هاتفك ولا تتصفح يوما كاملا سيكون شعورك كشعور مدمن ترك المخدر. لا أبالغ، لأن كل حركة بإصبعك على الشاشة تحفز إفراز الدوبامين في دماغك وبالتالي تشعر بالمكافأة. فلو اتخذت قرار أن تترك هاتفك اليوم الأمر سيكون صعب. لذلك أرجوك لا تصم عن التكنولوجيا، ولكن على الأقل صم عن الطعام والشراب في شهر رمضان. في دوامي في المشفى جاء إلي أحد الزملاء وقال هل أكلت، يعني يقصد هل تود أن تذهب وتأكل معنا. فقد جرت العادة أن نذهب ونأكل سويا في غير رمضان، فقلت له أنا صائم ما بك، فابتسم محرجا وذهب. تمعنت في هذا الموقف وتذكرت شعورا جميلا عندما ترى اسمك في ورقة أسماء الناجحين، يصيبك نوع من السعادة والفخر بالنفس. تخيل أن ترى اسمك في الكشف الذي سيصدر آخر الشهر، كشف العتقاء من النار. ونظن أننا أنا وأنت وكل من يشاهدنا أننا سنكون من العتقاء من النار، على الرغم من كل ذنوبنا وعلى رغم من تقصيرنا، لأننا نظن بالله خيرا. الله تعالى يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وإننا نظن بالله خيرا. فلا أطلب منك أن تترك هاتفك تماما أو تحذف كل التطبيقات عنه أو تصوم عنه، ولكن على الأقل خفف من استخدامه واحذف التطبيقات التي تشعر أنها تجرح صومك. يعني حاول أن تصوم إلكترونيا حتى تصوم فعليا. لو بحثت في كل الإنترنت عن طرق لاستغلال شهر رمضان من المؤكد أنك ستجد خطوة من الخطوات أنك خفف من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ألا تريد أن يكتب اسمك في كشف العتقاء من النار آخر الشهر الحالي؟ نعم أريد، بصوت أعلى. نعم أريد. بصوا علينا الجيران. يحدثنا أحد المقربين وقد رأيته مستهم في العبادات في هذا الشهر، فقلت الله أكبر، شو عندك ذنوب كاين يعني شايفك مستهم للعبادة في هذا الشهر؟ قال لي أريد أن أؤمن السنة القادمة وأصفرها من كل الذنوب قبل أن أرتكبها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو ظنه بالله هكذا، ونسأل الله أن يعطيه على حسن ظنه. أنت الآن أثناء مشاهدتي يوجد في نفسك حلم أو هدف تطمح إليه، ربما نجاح في اختبار أو فرصة أو عمل أو رزق صحيح، تريد هذا الأمر وتشعر أن حياتك ستصبح أسعد وأجمل إذا تحقق هذا الحلم. ألا تعرف أن دعائك في هذا الشهر مجاب؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم ومنها الصائم حتى يفطر. سأمنحك الآن 10 ثواني لتدعو الله بكل ما تريد، وسأكتب لك أمثلة إذا تريد مساعدة. ابدأ. اللهم آمين. تخيل أن معك 24 ساعة في اليوم وباقي لك أيام في هذا الشهر المبارك، فادعو الله بكل ما تحب وتطلب. كان الصحابة يا رجل إذا اقترب رمضان يتجهزون له، حتى أن دعاءهم كان يختلف، كان كالآتي: اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، اللهم تسلمه مني متقبلا. فرصة يا رجل، بجانب تصفحك لهاتفك ومشاهدتك للمسلسلات إلى آخره، خصص لك في اليوم وقت لتقرأ فيه القرآن وتتصدق فيه، وقت لتصلي التراويح، وقت لتبر أباك وأمك، وقت لتدعو الله، وقت لتدرس وتجتهد. على سيرة الدراسة أصبحت حجة، لا يمكنني الدراسة في شهر رمضان، لا يمكنني التركيز، فيمضي طول اليوم نائم ويتصفح هاتفه المحمول حتى يفطر، وبعد الإفطار يعني أنت تعرف الباقي، لا داعي أن أخبرك. هل تعلم أن جبريل كان يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في رمضان ويدرسه القرآن؟ حتى أن أول نزول للقرآن كان في شهر رمضان؟ يعني طبيا أيها الحبيب الدراسة في شهر رمضان وأنت صائم أكثر فعالية من الأوقات الأخرى، لأن الجسم يعتمد على الجلوكوز للحصول على
الطاقة ويستنفذ الكبد مخزونة من الطاقة أو من الجلوكوز بعد 12 ساعة من عدم تناول الطعام. وفعليا في الدول العربية متوسط عدد ساعات الصيام هي 15 ساعة. يعني أنت طبيا يمكنك التركيز طيلة اليوم في حال تسحرت جيدا ونمت جيدا. ركز، نمت جيدا مش نمت نومة أصحاب الكهف. الصيام أساسا يقوي الذاكرة، وفقا للدراسة أجراها باحثون في معهد الطب النفسي وعلم النفس والأعصاب أن الصيام وسيلة فعالة لتحسين الاحتفاظ بالذاكرة على المدى الطويل وتوليد خلايا عصبية ذات فعالية عالية. نهاية أيها الأحبة، إن الصيام ليس صيام فقط عن الطعام والشراب، وإنما الهدف من الصيام هو زيادة التقوى، أن تصبر على كل المعاصي، أن تصبر على غض البصر فتصوم إلكترونيا، أن تصبر عن الغيبة والنميمة فتصوم كلام، أن تصبر على النفس الأمارة بالسوء فتصوم عن ما تأمرك به وتلجأ لله الواحد القهار، وأن تصوم عن كل ما يغضب الله عز وجل. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، هل تعتقد أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تقلل همتنا للعبادة في شهر رمضان؟ ودمتم في أمان الله.